خسارة دوري الموسمين متتاليين وخسارة كاس وقبلها سوبر، ابتعد الأهلي عن الألقاب المحلية، بس الأهلي ما بيتأخرش، بيعرف يلم نفسه ويرجع تاني كبير كعادته. تفوق الأهلي اليوم تكتيكيا وفرديا كان عن كل استحقاق وجدارة على نادي الزمالك، وفرد كولر كلمته على فريرة، طاهر وأكرم وحمدي ومعلول ومتولي على رأس نجوم السوبر، وكلهم كانوا سوبر. مليون مبروك للنادي الأهلي، فوز كان محتاجه لكتابة سطر جديد في كتاب الإنجازات، وخسارة لن تعطل مشوار الزمالك الناجح من الموسم الماضي.